قررت على المعاش في 9/2017 دكتورة في وزارة الصحة مستشفى جنايات المركز. زوجي كان الشهيد طيار عقيد محمد سمير محمد سمير، استشهد من أكثر من 27 سنة. ترك لي سمر 6 سنوات الصغيرة ورشا 9 سنوات الكبيرة، وغيرت مجال الأسرة كله. الأسرة اللي كانت بتحلم أحلام كبيرة قوي مع الزوج والأب اللي كان راجل بمعنى الكلمة، محب بمعنى كلمة، أب بمعنى كلمة أب، كان أب فعلا. بعد وفاته حسيت إن علي عبء كبير قوي، لازم أركن أحزاني دي على جنب، لازم أكون على قد المسؤولية، مسؤولية الزوج اللي استشهد من أجل بلده، لازم أخرج ولاده يكونوا فخر البلد وفخر أبوهم الشهيد. الحمد لله بناتي كانوا على قدر المسؤولية، وكانوا على قدر التحمل الصدمة. عشت لهم أب وأم، بحاول أجمع بين النقطتين دي، مع إن كان صعب جدا قوي إن الأم تكون أم وأب في نفس الوقت، أم تكون حنونة وأب يكون حازم وعنده الرؤية الصح في اتخاذ القرارات المصرية لبناته. بناتي الحمد لله تشوطوا جدا بفضل الله وفضل تحملهم الكبير للمسؤولية، إنهم قد إيه أطفال صغيرين وفاكرين كل التفاصيل الصغيرة دي، وكانوا دايما حاسين إن أبوهم شايف وفخور بيهم، وفوقوا في دراستهم، خلصوا مراحل الدراسة العادية، دخلوا بعد كده كلية الصيدلة باختيارهم، بالرغم إنهم كانوا من الأوائل وكانوا حازين مراكز على مستوى القطاع. اختاروا كلية الصيدلة، تفوقوا فيها. بنتي الكبيرة تعينت حاليا مدرس كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، وبنتي التانية صيدلانية بمستشفى الإيمان. ربنا كرمني بأزواج ليهم، بدل ما كان عندي بنتين بقى عندي بنتين وولدين. الحمد لله عطايا ربنا فضل كبيرة قوي قوي للإنسان في نهاية حياته. جت المكافأة الحلوة لما النقابة قررت ترشحني الأم المسالمة. أنا سعيدة جدا بترشيح زمان بلادي، وكان في زميل قريب قوي من مشواري بفعلتي دكتور ماهر استشاري القلب والأسرة، أكتر إنسان دعم ترشيح لأنه عرف مشواري مع دنيتي. التكريمهم دوت كان عطية كبيرة قوي قوي من ربنا، يعني انت بعد المشوار ده كله تلاقي الانسان اللي الناس اللي حست بيكي وكرمتك. امي الله يرحمها كان دعمها كبير جدا جدا ليا، كرست تقريبا كل وقتها، لانه كان زوج محب وكان ابن لينا اكتر، ابن ليها اكتر من يبقى زوج بنت. كان ليها فضل كبير جدا في تربيه بناتي وتنشئتهم على الخلق وعلى حب الناس وعلى العطاء. حسيت ان انا فعلا ربنا اختار لنا الأفضل والأحسن، اختار لزوجي مكافأة له على حبه وأخلاقه وإخلاصه لبلده، أكبر مكافأة في الدنيا وفي الآخرة منزلة الشهيد اللي لا تعدلها منزلة عند الله. واختار لي أنا منزلة الصبر اللي رب أكون قدرت أنولها، وإن ربنا فعلا يكون راضي عن أدائي مع أولادي وعن إتمام رسالتي.